لم تعد العملية التربوية بمدارسنا كما كانت قديما، وأدى التطور التكنولوجي والعلمي إلى التأثير القوي سواء بالسلب أم الإيجاب على العملية التربوية، مما أدى إلى ظهور نتائج عديدة ويلي منها المشكلات التربوية يلي اختلفت عن ما كانت عليه. لهيك يا سلمى بآخر محطاتنا الصباحية رح نحكي عن أهمية هذا الموضوع. أكيد هايدي، وعنا كثير من أنواع المشكلات التربوية اللي أصبحت موجودة ضمن المدارس وتختلف توصيفها باختلاف أيضا وجود إلى بعض الحلول، وهذا كله طبعا يتبع إلى دور الموجه التربوي الموجود ضمن المدارس والاختصاصي الاجتماعي الإرشادي التربوي اللي بيكون له دور كبير بتقصي هي المشاكل وإيجاد إلى حلول. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع بصرنا نستضيف بصباحنا غير لليوم الأستاذة يسرى عباس، وهي محاضرة بكلية التربية وموجهة تربوية. يسعد صباحك أستاذة يسرى. يسعد صباحك أستاذة. في البداية خلينا نعرف مفهوم المشكلة وتحديدا التربوية. ما دام نحن قلنا مشاكل، فالمشكلة يعني تعريف بما معنى أنه شيء غير مقبول لا إلي ولا إليك ولا للمجتمع المحيط، يعني عم يعمل موقف التلميذ أو الطالب أو الطفل غير مقبول، مزعج، يتجاوز الواجبات والحقوق. فنحن التربوية حتما في المدرسة، المشاكل داخل المدرسة لا بالشارع ولا بالبيت. فهذه المشاكل التربوية يعني أكثر مشكلة نعاني منها حصرا هي الكذب بشكل مستمر. طبعا الطفل بده يغطي او الطالب على عدم اتمامه لواجباته الدراسيه، عدم حفظه. فعنا التاخر الصباحي، يعني مشاكل التاخر الصباحي، عدم حضوره لكتبه ودفاتره وكراساته. ونحن عنا كتاب للطالب، كتاب للمعلم، يعني كتاب خاص بالماده وكتاب لازم يجيبه معه للانشطه، ما بيجيبون معه، نسيان الدفاتر، الاقلام، هالامور هي كلها بيكذب حول منها. ثاني شيء الغياب المتكرر، يعني بيغيب كثير، هروب من الحصة، طبعا هي كلها مشاكل تربوية، ضعف تركيزه داخل الدرس، ضعف انتباهه، هي مشاكل خاصة بالطالب. فنحن بيقول بيحس انه عنده سوء معاملة من المعلم، بيكره المادة، يقول صعبة هالمادة ما عم بفهمها، صار يكره المدرسة، صار عنده خوف، يعني شوفي تيجي تراكمات ورا بعضها. هالشيء هذا من الأول، يعني نحن في لازم يكون في تعاون. هلا بنحكي على كل مشكله، لازم نحكي كل مشكله وحلها، بس احنا نحكي على المشاكل بشكل عام. فهي سلوك تربويه كثيره، يعني ضمن الفصل للماده تتعلق بالمعلم، تتعلق بالطالب نفسه، هروبه، ضعف شخصيته، ضعف ثقته بنفسه، بيشعر حاله انه عم يطلع من المدرسه وما عم بيجي، عم بيغيب كثير، تسرب، ممكن يترك المدرسه ليشتغل ليساعد الاهل. هلا حاليا بالوضع الاقتصادي نجي في مشاكل أخرى، يعني غير المشكلة التربوية في عنا مشاكل أخرى يتعرض لها الطالب نفسية داخل في شخصية تتعلق به، مثلا سرحان جوا الفصل، الأنسة عم تشرح وهو شارب، بيسهر مع أهله دائما، يستيقظ باكرا، بيجي بلا فطور بلا، يعني شوفي كلها مع بعضها مترابطة من البيت إلى المدرسة. فالأخطاء بتكون بالمنزل الأسرية، عدم تناول الفطور، سهره أهله ما بيتنتبهوا عليه، الاستيقاظ باكرا، القدوم المدرسة، كل هاي مظهره غير اللائق، لباس، كل هاي مشاكل تتعلق بالشخص. النفسية عنده طبعا غيرة أحيانا من الآخرين، عنده خجل، ضعف بشخصيته. هذا دائما لو أنه مثلا عم يدرس وبيجيب واجباته وما حد عم بيحكي، كانت شخصيته قوية، كان ذكي، كل هالأمور هاي مع بعضها تؤدي إلى طبعا هالطالب هذا في عنده غير الغيرة، ممكن يكون مدلل بالبيت. الطفل المدلل كمان بيعمل له مشاكل، ممكن هذا الطفل جاي وحيد على كذا بنت والآخر. غير طبعا نحن غير الخجل، غير متنمر، عامل حاله زعيم عصابة بالمدرسة، ويا ويله اللي بيسترجي يحكي، وبيتسلط على الأطفال الصغار بالمدرسة. وممكن يكون هذا الطفل المتنمر أكبر من كل رفقاته لأنه عم يرسو، شايفي كيف؟ هذا بيعمل لنا مشاكل. فنحن هذا الطفل طبعا مشاكل بالدرس، برا بالباحة، هن طالعين، إن بالباحة، بالحلة، بالشارع، وين ما راح هذا الطفل ذو مشاكل تربوية. طبعا نحن شو عملنا بالمدرسة هي، بس حكيت على المشكلة النفسية، في مشاكل سلوكية داخل الصف، بيكتب على المقعد، بيكتب على الجدران، العبس شو في حنفيات الحمامات، بتقلي المديره ما بعرف لك امبارح صلحناهم، هيك هيك. في اطفال سبحان الله بيحبوا يخربوا ويعملوا، عندهم عنف، عندهم عدوان، مو ما دام الطاقه اللي عنده ما حدا شايفها، ما حدا عم يكتشف له اياها، ما حدا عم بيفرغ له اياها. نحن عاده بالعكس مناهجنا تغيرت وصار في عنا طرائق كثيره عم بتشارك، فهو ما عنده روح المشاركه لانه مو حافظ، ما عم يعرف، ما بيعرف يشارك لا بالدرس لا بالأنشطة. فهل طبعا نحن هالمشاكل هي النفسية، السلوكية، التربوية، الصحية، ممكن يكون مريض،
عنده صعوبة نطق بعض الأحرف لذلك ما بيشارك، تأتأة، يعني في أمراض بتجعله هو اللي عم بيعمل مشاكل. يعني إحنا ما نبرر إما هو صحته أما نفسيته، فلكن إحنا عنا الحلول لكل مشكلة. فنحن عنا بالمدرسة مرشدات نفسية واجتماعية والمدير والمعلم، متى ما تجاوزت المشكلة خارج الصف المعلم بيسلمها للمرشدين، لكن المعلم المتمكن ما بيخرجها الطالب خارج. أول شيء بيكتب له، في عنا تواصل مع الأهل على الدفتر، بجوز يطلعوا الأهل ما بيتواصلوا، وآخر ما يفكر طلع الأم شو أم الأنسة كانت بيطلعوا على الدفتر، لأنه دائما هدول الأطفال اللي عندهم مشاكل بتلاقي الأسرة كمان مدمرة، وضع اقتصادي، منفصلين، منتقلين جديد على بيت، عنده سوء تكيف بالمدرسة، كآبة. يعني نحن عنا المعلمة صارت بدها تفرض عليه شروط ومعززات وتعزيزات داخل الحصة الدرسية، فطرائق تدريس عنا في عنا مجموعات تعاونية إلى آخره، مشان طالب شاطر، الشاطر بجاوب بجوز ما يكون جريء، هو جريء بياخذ الإجابة بيوقف، فنحن عنا بس لنشجعهم للتشجيع للمشاركة، تكتشف قدراته، عنده قدرة، طلع ذكي بس بده مين يهتم فيه. فنحن إذا قعدت المعلمة معه على جنب وقعدت تسأله ليش اليوم عم تنسى دفاترك اليوم، ليش عم تنسى، بيحكي للوضع، تقول له أنت شكلك حلو وشاطر، تجيبي هالأسلوب بالكلمة الحلوة والطيبة بتسحري هالطفل وبتجذبيه. يعني إحنا إثارة الدافعية، ما كان عنده دافعية ليجي على المدرسة. يعني صدقيني مرة أنا مجتمعة بأولياء أمور وخلصنا من الاجتماع، أنا ماشي بالشارع وأنا لاحقتني ولية أمر ومعها ابنه، قال ما بعرف كيف بدي أتشكرك، قلت له خير شو، قال حاطط له على دفتره بوركت أيها البطل أنت مهندس بالمستقبل، أنا ما بعرف عنه إنه أكسل طالب بالصف مثلا. دفتره صحيح ما نوه هالقد، بس أنا شو بشجعهم كله بقول له أحسنت، أنت في لك مستقبل. يعني إحنا عنا تشجيع هالطفل، قامي أمامك ما بتعرفي خلفيته شو وراء، بجوز بالمدرسة ما بيقدر يتابع المعلم، عنده مشاكل في البيت لا تحصل، يعني هالطفل عم يترك المدرسة ليساعد أمه قديش هذا وضعه. فنحن عادة كما قلت لك تغير طرائقنا لتشجع هالطالب على المشاركة وعلى التعاون وتحفيز ومنافس، فلذلك الأنشطة الجماعية داخل الحصة طبعا هي هون تعزيز المعلمة، أحسنت يا فلان برافو عليك، صار عنده ضحكة، صار فيه هيك دافعية ليجي تاني يوم، شعر فيه هيك نوع من اللذة. يعني أنا لما قلت له أحسنت يا لطيف، هي أول مرة بتجي هالكلمة، لأنه على طول تأنيب ليش خطك. يعني أحد مرات عم شوف أنسي كل دفترة ضاعف جهودك، حسن خطك، يا أم اهتمي فيه، وينك يا أم، وين كله تقريب. فأنا قلت له طالعي له شغلة حلوة بس، ولو أنه ما فيان، ولو ما فيان، يعني إحنا هيك بدنا نجذبه، بدنا نعمل له طلع منتقلين جديد، الأم عم تشتغل دوامين منفصلة، يعني شوفي هي وضعنا، يعني ما فينا نخرج من الواقع. فشوي شوي تنحل مشكلته، هالطفل هادي ما أحلاه، بيقولوا لي مشاغب، يعني قالت لي الآن نقلناه من مقعد لمقعد شر. فنحن عادة لابد من وراء هالمشاكل سبب، فنحن لما المعلم بيوقف مثل ما قلت لك، أنا ما بحب المعلم يبعث للمرشد، المرشد بطاقة سجل صحي لكل طالب، عنده لازم يعرف الشاردة والباردة بكل صف. يعني مشاغبين المدرسة بنقول عنه مشاغب، فوضوي، ما بيخلي الأنسة تعطي، ما عرفتي كيف بيوجهوا للمعلمات الغير متمكنات الجايات جداد، مو عاملين دورات مناهج، هدول طبعا عنده الضعف باحتواء هالطفل بهالطالب بحل مشكلته، يلا روح لعند المعلم بيخليها تعرف تعطي الدرس، يا كل شوي بتوقف اقعد اسكت، روح لعند المرشده، شايفين كيف؟ يعني خلص خلصت منه، راح لعند المرشده قعدت معه. طبعا المرشدات عندهم خطه معينه، بيعطوا ندوات ومحاضرات وبيجتمعوا مع الاهالي الطلاب هدول المقصرين او اللي عندهم مشاكل، بيعملوا لنا النصائح انه ابنك هيك ساعدينا. لازم يصير، يعني نحن المشاكل هي ما بيكفي المعلم ولا بيكفي المرشد ولا المدرسه، تعاون بين الاسره الاهل وخاصه الام، قد يكون الاب، وايضا الاب له دور كبير في التشجيع والتحفيز والمكافآت. الاعلام له دور كبير في حل مشاكلنا لهالطلاب، يعني لما الام بتتابع هيك مواضيع اكيد حيصير عندها وعي. يعني احنا ضعف الوعي، شوفي احنا كثير من اهالي ما عندها وعي لابنه. يعني انا توجيه الطفل للخصوصي هذا برايكم ظاهره صحيه؟ ظاهره صحيه؟ انا لما عم اعلم ابني كيف يكتب الميم، طمس الميم او العين بنص الكلام، كيف بده يحمل ذكريات عن اهله؟ إذا ما عاد شاف أمه كل نهار، إجا من المدرسة، بعد المدرسة رايح لعند الأنسي الخصوصي، فأنا هي كيف بدي حل هالمشكلة؟ فهي بالأم، الأسرة، فعندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ربي سبعا فسبع فسبع، السبعة الأولى بحضن أمه، بيتعلم القيم الأخلاقية، بيتربى على المبادئ، بيتربى على الأمور الصحيحة، فلما بالمدرسة عم يضرب طفل صغير
ما علمته امه هو عمره 7 سنين حرام، انت كبير انت كذا، ما علمته هالقيم، منين بده يجيب الاخلاق؟ من بيت اهله. فلذلك 7 سنوات الاولى نحن عم نبعثه على الحضانه عمره 3 سنين. اذا الام موظفه شو بدنا نعمل؟ هلا واقعنا هيك، واقعنا الام موظفه والاب موظف، الطفل عمره 3 سنوات عم ينشال من الاسره، ما حدا عم يهتم له. واقع يعني، انا ما بنطلع برات بنحكي. فبالروضه في كثير امور بيندمج، مين قال لك ما لها ايجابيات؟ كثير صح، ابتعد عن الحنان وعن التدليل وعن المرياليه، صار يعتمد على نفسه، يراقب الاخرين، في لها فوائد كثيره. فانا عم بحكي القيم والاخلاق من الاسره تنشا. فاذا جاب الام والاب دائما شجارات منزليه، الفاظ بذيئه، كلمات سيئه، ما بده يجيبها على المدرسه؟ اكيد عم تيجي بتقول لنا ام والله ابني بحياته ما حكى هيك، جابها من المدرسه هالكلمه، حجه دائما هيك هيك يعني. فنحن بنعمل اجتماع لاولياء الامور ضمنه بيصيروا، ما فينا نعطي راحتنا لكن الام تحكي، يعني نحن عندنا بيكون وقت محدد وعدد كبير من الانسات وصفوف الاولياء، فنحن عاده بنستمع في اسبوعيا مراجعه لهالام. لازم الام دائما تنتبه لابنها، ولازم تتذكر يكون في دفتر خاص للمراجعه، مثل ما قلت في عمليه المراجعه والاستذكار مهاره، كيف انا بدي اسمع لابني؟ في عندي كراس كبير، عندي مثلا كذا طفل، مو 1 2 3 مثلا 4، فبيجي انا لهذا الكبير، اذا بنت الكبيره كثير حلو، اذا في بنت بتعلم اخواتها قديش حلوه، ما في بنت تعلم، كله ما عندي بالبيت مشاغب، كله مثلا صبيان، طيب بيجي بكتب لهم اسئله واجوبه الدرس، ويلا اللي بيحل قبل اللي بياخذ علامه منيحه، عم بيعمل لهم مذاكرات، انا الام يعني. فهيك بصير التشجيع، المنافسه، وبيحفظ مين احسن خط، مين احسن مين، وهكذا. وهي بالمطبخ عم تشتغل عم تطبخ، فهي الام الذكيه المثقفه الفهمانه الواعيه، وببعثه على انشطه تنميه قدرة. لاحظ الطالب المشاغب او اللي عنده مشاكل، في عنده قدرات رياضيه او فنيه او لغويه، يعني انا اذا قلت لك هدول الرياضيين الكبار او المطربين الكبار، يعني خلينا نحكي يا ترى بيعرفوا يحلوا مسائل رياضيات، شاطرين كانوا بالدراسه، في منهم ما كملوا دراسه ونجحوا بالفن، عنده صوت، نجحوا بالرسم، رسام عالمي، رياضي عالمي، لكن نحن بالمدرسه عندنا لازم يتقن الرياضيات واللغه العربيه. لاحظي ضغط ضغط يعني بصراحه مو سهل. فنحن الام لازم تتابعه من كل النواحي لينجح ويتفوق، وهدفنا بالمجتمع يطلعوا افراد ناجحين نفتخر فيهم يتفوق. فهالتعاون لاحظي بين الاسره والمدرسه ضروري جدا جدا، نحن بنشدهم شد ليجوا على فالطلاب المتفوقين، بنعمل دراسه تعالوا نشوف شو اهاليهم، بيطلعوا الاب والام ما شاء الله عم يتابعون، يعني انا طالب عم يشرح ايه قرانيه بالتفصيل، وقعدت انسي صف ثالث، قعدت على كرسي، تعجبت انبهرت بالفصاحه والقدره بالترتيل، طبعا تجويد الايه، فبالاخير تبين لي ابوه دكتور بكليه الشريعه، يعني دائما طبيعي. الابن لا يستطيع ابن بيئته، فالاب متعلم اكاديمي اكيد اولاده حيكونوا متفوقين، هاي البنت شاعره تحكي شعر، طلع ابوها شاعر، وهكذا. يعني نحن عندنا الاولاد لاصحاب المشاكل كثير كثيره، بتكون الام مثلا غير مثقفه غير واعيه، عندها مشاكل مع باي راسها بالبيت الى اخره، عم تدفع اجار بيت، تعدي وضع الاقتصادي، المعامله النفسيه لهالطالب بالبيت للطفل، اذا عنده نقص في الحنان والمحبه وفي امور هاي العطف، يعني انا بالمدرسه بنعطف عليه. لا تتوقعوا ونتصل، تفضل. اكيد ما بدي اقاطعك لانك دخلتي كل التفاصيل وكنتي هيك عم تحكي بسلاسه، فما حبيت اقاطعك لانه كل الاسئله تقريبا جاوبتي عليها. اليوم حضرتك قلتي انه عندنا عدد معين من المشاكل، شيء سلوكي شيء نفسي شيء تربوي، وحسب كل نوع بيتم علاج هي المشاكل. بعض المشاكل بيكون مثل ما قلتي مردها للبيت، وهي يمكن الاصعب بالتعامل عنكم. خلينا نحكي عنا كيف بيتم التعامل اللي بيكون عندهم أطفال مشاكل منزلية أو مثل ما قلتي انتقال وغيرها، يعني مشاكل خارج المدرسة أدت لسلوكه هاد داخل المدرسة وما في تعاون من الأهل، كيف بتقدروا تتصرفوا مع هاي الحالات؟ يعني إحنا هون مثل ما المنهاج بشكل عام في عنا خطة بيمشي عليها المدرس، هالدرس بده ينعطى اليوم، هذا الاحتواء للمادة، الطالب عم يتابعك، ضعف تواصل، ضعف فهم، ضعف تركيز، مثل ما قلت عوامل نفسية تعود للشخص. فنحن عنا عطت هالآنسة الدرس، طبعا تسأل في تقويم مرحلة أثناء الدرس، من خلال أسئلتها اللي جاوبوا اكتشفت أنه الطلاب فهموا الدرس، فهماني الطالب اللي ما شارك ولا قال ما فهمت وما استرجع حكى راحت معه، شايفي في دروس في متابعة لهمزات له. فنحن الأم بالبيت لما بتتابع هالطفل وتقول له شو اخذت اليوم شو درسك، فنحن هون تعاون هالام تجي على المدرسه، والله ابني هالدرس هذا ما فهم شيء، فنحن لما الام ما عم تبعته لخصوصي ما فيها تبعته،
فلقيت ابنه مو فهمان، تعاونت مع المدرسة، اجت في رقم تليفون ممكن تتصل، في واتس، في انسات عاملين مجموعات على الواتس، يعني لحظة التكنولوجيا هلا عم تفيد، في كثير انسات عاملين مجموعات مع اهالي الطلاب، بيتواصلوا معهم مشان يسألون او يقولوا لا ابنك. فنحن عملية هل فهم الشرح الاستيعاب، فهذا يعود احيانا للشخص، يعني احنا انا بكتب كلمة على السبورة مهارة الذاكرة او مهارة الاستيعاب او الفهم، في اطفال فورا بيجاوبوك، في اطفال في سرعة نضج، في اطفال عام اكبر من عمرهم بكثير. فانا انا عمر عقلي هالطفل عمره 10 سنوات صف ثالث، صح عمره العقلي 10 سنوات لكن انضج بكثير من، يعني ما يعني شام بكور هالطفل المعجزه هي، يا ترى كثير كل الاطفال بعمرها هيك؟ لا اكيد لا. ففي عندنا طفرات، في عندي بمدارسنا في مثله واكثر ما عندهم فرص ليوصلوا حاجه لدعم، في في تدريب. فنحن مثل ما قلت لك عندنا فروق ذكاءات متعدده، ذكاء لغوي رياضي من، فهذه اللي عندها طلاقه. صدقيني انا احد الاسبوع الماضي كنت بمدرسه طفله تشبه شان تماما، ابوها متزوج ثلاثه يعني الثالثه، من الثالثه وجديده هي الطفله، بدها تشارك بمهاره تحدي القراءه، وقولوا لي كيف، وجايبه حامله كوم الكتب صف ثالث. فقلت للانسه اللي بدها تشرف على الموضوع والله تابعي لنا اياها وشوفي لنا، وما احلى فعلا لما بنعمل نشاط الى اخره بتشوفي بتلقي بطلاقه قصيده على الام، قصيده على المعلم، شو بتحفزي؟ في عندنا اطفال هيك، شو بتشربيه؟ ينهل العلم نهل، يشرب وشرب، يعني انا شو بتعطي هالطفل من معلومات؟ يعني عندي جوجل مرئي بالبيت، جوجل بالمدرسه، جوجل، في اطفال بيحكوا لامهم شو عم بيصير بالمدرسه، بيحكوا كيف المعلم عم بيعاملهم، في اطفال ما بيجيبوا سيره، في اطفال ما بتحكي ولا حرف، شو بتجي امه بتسحب منه كيف شو الاسئله اللي اجتك سهله عرفت هلا امتحانك، فبتلاقي الام عم تحاول تعبانه، بتلاقي احنا مستنفرين، الوزاره التربيه مستنفره، المدارس مستنفره، الاهل هالطفل مو عارفان شو عم يشتغل لانه مو فهمان العمليه الامتحانيه، ما عنده قلق يا ما عارفه، فنحن لازم نحط عنده الخوف لا طبعا. فاللي عم يدرس ويتعلم بينبسط انه حل كل شيء وجاي مبسوط، اذا لذه النجاح، لذه التفوق، لذه الحصول على كل شيء بدي اياه من ابني، هذا يعود للام نفسها والاب والمدرسه. فالمعلم لما بيكون كل طلابه ناجحين قديش بيكون مسرور، يعني انا عندي معلمات متميزات فعلا في المدارس الضخمه، 1600 طالب باحد مدارسي، فبتلاقي في معلمات عندهم دار معلمين، تعميق تربوي، خبره، بتفوتي بتلاقي ولا طالبه عندها جيد جدا، كله امتياز. انا بقول شو هذا؟ انا ما بصدق، يعني قلت معقوله كله امتياز امتياز؟ طيب جيبوا لي وراء المذاكره، هاتوا لي الدفتر، هات، فعلا بيطلعوا، لان المعلمه عندها طرق حديثه، تبعت دورات حديثه، عم تواكب طبعا التكنولوجيا، عم تشوف شو هالاطفال ناقصهم، يعني انت متى ما نميتي قدرات الطالب عرفتي هو بشو ذكي، فهي باللغه العربيه بشاركها بمهارات اللغه، هاي بالرياضه نعتمد عليه، هاي بالموسيقى بشجع اهلهم يسجلوهم نوادي. تمام. طبعا في عنا نادي قريب كان على مدرسه احد المدارس موسيقى، كل هالمدرسه هاي بيعزفوا، هاي كمان والله منيح، سكر النادي صاروا عم يتجهوا الرياضه، فشوفي نحن البيئه المحليه تواجد نادي للرياضه او للموسيقى او الى يعني لغوي مهارات ابداع، فبتشوفي اغلب الطلاب بيفوزوا لما الاهل بيحطوهم بمهاراته يعني بعد المدرسه له يعني والترفيه والتسليه، هذا الطالب اللي عنده مشاكل لا حدا منتبه له، لا بيبعتوها على تسليه ولا ترفيه، قاعد بهالبيت ممنوع تطلع برا منه، فبيجي على المدرسه كانه انطلق من سجن وعلى أوه. ضرب، فنحن بنعالجه ما في يعني ما بقول لك يعني البيئه المحيطه هي بتاثر اكثر، معالجه لكل مشكله، مو التاخر الصباحي بيوقف احيانا المديره ومدير على باب المدرسه، تعال هون بيجيبوا اللي عنده واحد واحد بيسمعوا ليش تاخرت؟ انا بهمني الصدق، صدقيني مره عملت نشاط تطبيقي باحد المدارس، طالب عم يكذب، يعني شوف الكذب، قلت له صف ثالث، المديره عم تقول لي شو بدي اعمل فيها انسي، هذا عم بيقول للانسي عايزتك المديره، خلى الانسي تترك الصف وتجي لعند المديره، بدها اياها المديره، تركت الصف، طلعت المديره ما بدها اياها، تعال هون حبيبي ليش هيك؟ انا وقفت يعني ما فيك تحاكي، وشكله وجسمه اكبر من عمره، جسمه كبير. جيت على صفها الثالث قلت لهم انا هلا بدي منكم نشاط حلو وكلكم، انا جاي اتعرف عليكم، يلا نشوف، طالعوا لي قلم ورقه شو بنعمل بالطالب اللي بيكذب على اهله على انسته على مديرته، شو عقوبته؟ طبعا هو بمدرسه داخليه، مو انا مدرسه يعني بيروحوا يجوا على البيت، ده مدرسه داخليه، فوالله شوفي هالاجابات، طالب قال بنمنعه من النزله اخر الاسبوع لعند اهله، بنمنعه من النزله على الباحه، هذا بيعاقبه رب العالمين، هذا والله انا جاوبت مع حدث صف ثالث، فلقينا اجابات من هالاطفال، نشاط تطبيقي، فانا هلا مهاره السرقه كمان
تعالوا نشوف نعمل هذا النشاط التطبيقي بالصف، فبتشوفي إجابات من هالأطفال رائعة بتتفاجئ. يعني أنا ما لها علاقة لا بالنجاح ولا بالرسوب، يلا لشوف ورجونا شو بدنا نعمل. ما بقول لهم إنه هذا الطفل ما بدي أنا والله نفضحه إنه هذا اللي كذب هذا اللي سرق. فأنا لما بعالج مشكلة ببتعد عن السلبيات، ببتعد عن كل شيء بيزعج هالطفل. طيب. فبشعر أنا أمام شخصية، أمام إنسان كائن بالمجتمع. يعني أنا إذا أحد الأطفال عم بقول له شو بتحب تصير بالمستقبل، قال لي خضرجي، راحوا بحكوا رفقاته، قلت له شو مستهونين بالخضرجي؟ صحيح. بهالايام حياتنا كلنا ما تمضي على الخضرجي، بتشوفه مرتب هالبندوره على الفواكه، هاي قمه في الابداع يعني والذكاء وعايش اسره. فلذلك نحن ما اي في المجتمع هي مقدسه واثار فرد ناجح اكيد. نعم. ولهيك اليوم يعني نحن اخذنا معلومات كثير من حضرتك مثل العاده، بدنا نشكرك على وجودك معنا على كل المعلومات اللي قدمتيها. نعم. شكرا كثير لك استاذه يسرى. يعني هلا.